عليكم. اليوم غنشارك معكم الرز بسمتي بطريفه اللحم والكوري، تيجي لذيذ بزاف من ألد ما يكون. تقدروا ديروه كوجبه ديال العشاء، تيجي كما قلت لكم لذيذ ومنكه، فيه بزاف ديال النكهات، وحتى يجي فيه حتى داك المذاق ديال لا فومي. بعد تشوفوا كيفاش غادي ندير ليه، يجي من اروع ما يكون. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، اول حاجه غناخدو واحد الطنجره غنديروا فيها شويه ديال الزيت، نشعلو عليها باش يسخن لينا شويه داك الزيت، ومن بعد غادي نزيدو بصله واحده مقطعه على هذا الشكل، ثلاثه فصوص ديال الثوم وشويه ديال الملح، ونخليو ديك البصله تدبل لينا، ومن بعد غادي نزيدو طريفات ديال اللحم ونخليوهم يتشحروا. ومن بعد غادي نحتاجو في التوابل شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، راس معلقه ديال القرفه، عندنا معلقه عامره مزيان ديال الكوري، وحبات ديال الهيل، وغادي نزيد حتى معلقه صغيره ديال راس الحانوت. صافي غنديروا المرق الكافي اللي غيطيب لينا اللحم والروز، غنسدو على اللحم يطيب حتى تيقرب يطيب، عاد تنحلو عليه وتنزيدو الروز. الروز بسمتي كيف ما تنعرفوا دغيا تيطيب، دونك غنزيدو حتى يقرب يطيب اللحم. صافي ومن بعد ما تيطيب لينا نسدو عليه، ومن بعد ما تيطيب لينا الروز، انا وريتكم الروز والكوري كيفاش الشكل ديالهم داير. دونك غادي ناخذ واحد من تيقرب يطيب الروز، قبل ما نطفيو عليه غناخذ واحد هكا فخره نديروها فوق العافيه حتى تتولي حمراء، ومن بعد تنديروها الوسط ديال الروز وتنكبوا عليها شويه زيت وتنسدوا عليها، تنخليوا داك اللحم والروز يتنكهم مزيان بلا فومي، ومن بعد تنقدموه بصحه والراحه.